وللحديث عن مصير المغيبين والمختطفين أو المخفيين في العراق والمطالبات بالكشف عن مصيرهم، معنا من فيينا السيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. مرحبا بك معنا سيد ضياء. أهلا ومرحبا. ألم يحن للحكومة أن تكشف عن مصير هؤلاء المغيبين والمخفيين في العراق منذ عدة سنوات؟ بداية تحية للجميع. حقيقة يعني أمور الحكومة العراقية هي لا تعلم بما لا يحدث في البلد، لأنه هذه المشكلة أنه المغيبين في هذه المناطق، يعني المناطق اللي ذكرتوها هي من الميليشيات والعصابات، يعني هاي العصابات والميليشيات ودعمها من الحكومة العراقية وبعضهم حتى الجيش والشرطة شارك في هذه العمليات باختفاء كثير من الناس. المفوضية لحقوق الإنسان في جنيف، أنا قعدت وياهم لأن كنت يعني يوم 5 من الشهر أنا كنت في جنيف وتكلمت معهم بهذا الموضوع، هم مهتمين بهذا الموضوع، ولكن الحكومة العراقية يعني لا تستجيب إلى أي نداء من المنظمات الحقوقية أو من المنظمات الإنسانية أو منظمات الإغاثة مثل الصليب الأحمر، ولا تعطي المعلومات الكافية عن المفقودين. يعني احنا سؤالنا المفقودين وين راحوا؟ هل هم قتلوا؟ هل هم هربوا؟ هل يعني ماذا عملتم بالمفقودين؟ فيها سجون موجودة نحن لا نعلم بها، يعني الخفايا كثيرة، يعني ممكن واحد يتحدث فيها بس الأمور متشعبة ولا نعلم بها إطلاقا ماذا تعني وماذا تقصد الحكومة العراقية بهذه العملية للتستر على الميليشيات أو للتستر على العصابات التي نعم. تقودها الأحزاب السياسية. ماذا عن قانونية هذا التعتيم الحكومي الدكتور؟ يعني هل هذا التعتيم الحكومي منذ عام 2014 يعد أمرا قانونيا؟ يعني ألا تخشى هذه الحكومة أو الحكومات المتعاقبة أيا من تلك المنظمات أو الجهات الحقوقية؟ حقيقة يعني العقوبات أو حتى التخفي إذا في هذه الحكومة والحكومات السابقة، أنا يعني أخذت شعور بوجودي بجنيف أكو تحرك دولي على هذه المسألة ومسائل أخرى، بس الضغوط بالواقع بالوقت الحاضر من الدول الأوروبية على معرفة ما يدور بالعراق، لأنه هم يعني نفقوا كثير من المبالغ وعلموا السياسيين ودخلوا السياسيين بدورات، وحتى الشرطة والقضاة دخلوا في دورات في أوروبا وحتى في جنيف، يعني لحد الآن لا تجد هذه التعب التي تقدمه الدول في العالم للعراق، لا ليس له على أرض الواقع بالعراق أي ظاهرة أخرى. يعني حقيقة لا توجد الحكومة العراقية يعني مغيبة عن المجتمع الدولي، وأنا أعتقد يعني بالأمور يعني بالأشهر الجاية، لأنه أكو وفود راح يوصلون إلى أربيل ويدرسون هذا الملف، يعني هذا الملف المعقد الشائك، لأنه حكومة بعد حكومة هي ليست مشكلة 2016 ولا انهم فتره طويله مختفين بعض الناس، معرفتهم اين هم؟ وبعدين المشكله هي مشكله قانونيه اداريه، يعني ليست مشكله نعم. يعني ممكن حلها من قبل الحكومه العراقيه، يعني تجرد الميليشيات، ومن هي الميليشيات التي ارتكبت هذه الجرائم وتبحث عن هذا الموجود، بس الحكومه الظاهر ما عندها اي إمكانية للعمل في هذا الطريق. على ذكر مسألة التغييب، ما دلالات غياب أي إشارة للمخفيين قسريا أو المعتقلين عن كلمة رئيسة بعثة الأمم المتحدة أو يونمي في العراق أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الدوري لمناقشة الوضع في العراق، ما دلالات ذلك؟ حقيقة هي وضحت بصيغة عامة يعني الوضعية السياسية بالعراق، لا يمكن إصلاح الوضع بمفهوم العام، لا يمكن إصلاح الوضعية السياسية في العراق بهذه المجموعة السياسية الموجودة التي تحكم البلد،
لا خصصت لا وزير ولا رئيس وزراء والموظفين العاديين، لأنه أنا أعرف جيداً أنه حتى أعضاء البرلمان دخلوا دورات تثقيفية ودورات مهنية حتى يتعلمون كيف يتعاملون مع المؤسسات أو مع مؤسسات الدولة حتى يصير بلد ديمقراطي انتقالي. لحد الآن هذه الجهود التي بذلها المجتمع الدولي من أجل العراق لا يجدي بالنفع، بس هنالك مسائل سياسية أخرى وضغوط سياسية أخرى على يعني تحرم تجريم بالوقت الحاضر تجريم السياسيين العراقيين ولو هم كلهم مجرمين يعني. نعم. طيب إذا كان الأمر كذلك، الحكومة ربما تملك أو لا تملك معلومات حول هؤلاء المغيبين والمخفيين قسريا، لماذا تبتز وتستغل العائلات، عائلات المفقودين، وتطلب منها مبالغ كبيرة مقابل فقط الحصول على أي دليل أو مكالمة هاتفية يصل سعرها أستاذ ضياء إلى 8000 دولار؟ نحن نتكلم عن استغلال على أسوأ نحو لهؤلاء الأهالي الذين ما زالوا يبحثون يعني حتى اليوم عن أبنائهم. نعم، هذه حقيقة. أنا تكلمت مع شخص أمريكي أيضا هو يعمل في المفوضية لحقوق الإنسان في جنيف، وتكلمت على هذا الموضوع بالضبط، أنه كيف استغلال أهالي الضحايا باعتقالهم وبعدين استغلالهم من أجل الحصول على معلومة على ابنهم أبوهم إلى آخره. يعني كيف تتعاملون مع هذه الحالة؟ يعني الحالة موجودة بالعراق، هل عندكم تدوين لهذه الحالات؟ يعني هو اعترف أنه موجودة هذه الحالات وأنه أكو تدوين لهذه الحالات بصيغة مشاهدة أو بصيغة اعتراف بعض المواطنين، ولكن استبعاد كامل أنه الحكومة العراقية ليس لها علم بكل المفقودين. جزء واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة الحكومة العراقية ليس لها علم، بس استبعاد كامل أنه الأجهزة الأمنية والحكومة العراقية والسياسيين العراقيين لا يعلمون باختفاء هذا العدد الكبير من المواطنين العراقيين. نعم، أشكرك جزيلا السيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، شكرا لك. أهلا وسهلا.